بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا إلى فاضل، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا المساء مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات الجميلة على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية، ضمن انطلاقة هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. نسير بحضراتكم مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات المسائية، شوط ينتهي وشوط يبدأ من أشواط الخير والبركة. نسير بانطلاقة شوطنا العاشر لسن الحيل، والمسافة هي 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط عبارة عن يوكن ستيشن GMC. نسير إلى البداية وإلى الانطلاق الأول بحضور 20 اسم مشاركة في هذه الانطلاقة الكبيرة. بداية نذهب إلى الصدارة وإلى الانطلاق الأول لكيار منيفة بشعار سعيد بن بطي بن محمد المري على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيار سلسبيل بشعار محمد بن مبارك بن عبيد بن حارب الشامسي على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز وصول وانطلاق من قبل متعبة سهيل بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز أرى الوصول من قبل عزايم ملحان بن راشد بن حبيبة المري على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصول وانطلاق من قبل الصعب من يقدم لنا غادير محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على المستوى الخامس في هذه الانطلاقة الأولى. مع هذا النداء ذعنا على مسامعكم 5 شعارات، 5 أسماء ساطعة ولامعة في هذا العالم الكبير، في هذا العالم المثير الذي يقدم لنا هذه النوادر، الذي يظهر بالإبداع الجديد، يبحث عن الأداء المتميز والغالي والكبير على أرضية هذا الميدان، في هذا المهرجان، في دوحة الخير والعطاء، بحضور هذه الأسماء الكبيرة، بانطلاقة الشعارات الغالية التي تحمل لنا أسماء متميزة جميلة عملاقة بهذا الحضور الكبير. عودة إلى الصدارة وإلى الانطلاق الأول لكيار منيفة بشعار سعيد بن بطي بن محمد الحسنى على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيار سلسبيل بشعار محمد بن مبارك بن عبيد الشامسي على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز وصول من قبل متعبة سهيل بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز وصول من قبل أغادير شعار الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي راعي كفو يتقدم في هذه اللحظات على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصول من قبل شواهين حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي على المستوى الخامس، يقدم لنا هذه الانطلاقة انطلاقة شواهين، وهذه الماركة الغنية عن التعريف، ماركة ذهبت للرموز، ماركة تعلت بهذا الأداء الكبير والمميز في هذه الانطلاقات الكبيرة مع حضور هذه الأسماء المقدمة لنا نجومية مميزة في هذه الفترة المسائية. تحضر الأسماء الكبيرة فيحضر هذا الإبداع، خاصة في هذا المهرجان، مهرجان كبير، مهرجان غالي على قلوبنا جميعا. نعم إنه مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. جائزة هذا الشوط عبارة عن يوكن ستيشن GMC للفائز بالمركز الأول في هذه الانطلاقة الكبيرة والمتميزة. عودة مجددا إلى البداية الأولى، إلى الانطلاق الأول لكيار شواهين حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي على البداية وعلى الانطلاق الأول، بينما النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيار منيفة بشعار سعيد بن بطي بن محمد الزعبي، من يقدم لنا منيفة راعي جزلة يتقدم في هذه اللحظات هنا على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز وصول من قبل سلسبيل شعار محمد بن مبارك بن عبيد بن حارب الشامسي على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز
من الجانب الأيمن أرى غدير شعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على المستوى الرابع بينما خامس المراكز أرى الشيبة يتقدم في هذه اللحظات السبوسي. من يقدم لنا؟ رودين بشعار أحمد بن علي بن سلطان السبوسي على المستوى الخامس، ولكن أرى تدخل من قبل سلسبيل بشعار الشامسي، وأرى انطلاقة من قبل متعبة سيل بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرين بكل قوة مقدمين لنا هذه الجواهر المتميزة هنا بالمستويات المميزة والجميلة في هذه النداءات العريقة التي تحضر على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، هنا بحضور الأسماء الكبيرة عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير والمميز. ولكن العودة إلى البداية، إلى الانطلاق الأول لكيارة شواهين حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي على البداية وعلى الانطلاق الأول، النقلة والدور إلى ثانية المراكز لكيارة منيفة سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. من قدم لنا أسماء كبيرة، من قدم لنا حكاية مميزة يشهد لها التاريخ في هذا المهرجان. نعم، إنه شعار الزعبي الذي دائما يقدم لنا جواهر، دائما ما يظهر إلا بظهور الكبار، دائما يقدم لنا هذا الاسم الكبير، دائما ما يظهر إلا بظهور كبير. بينما النقلة والدور إلى ثانية المراكز لكيارة غدير بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على المستوى الثاني، يقدم لنا انطلاقة غدير بعدما قدم لنا في هذا العالم أسماء كبيرة، أسماء يشهد لها هذا التاريخ في هذا العالم المميز. على المستوى الثالث بينما رابع المراكز وصول من قبل رودين شعار أحمد بن علي بن سلطان السبوسي أبناء المرموم يتقدمون هناك في دولة الإمارات العربية المتحدة قادمين هنا في هذه الانطلاقة المتميزة على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصول من قبل سلسبيل بشعار محمد بن مبارك بن عبيد بن حارب الشامسي على خامس المراكز. ها هي الشعارات وها هي الأسماء وها هي الشعارات الكبيرة، الأسماء المتميزة النجومية الخمسة التي تظهر بهذا الإبداع المميز والكبير. ولكن لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الانطلاق الأول لكيارة شعارات، لكيارة أسماء، لكيارة نجومية، لكيارة ذهب من قبل هذه الشعارات. إلى الآن الأمور راكدة وهادية من قبل شعار الزعبي الذي يقدم لنا منيفة هذه البطلة على البداية وعلى الانطلاق الأول، النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارة في هذه اللحظات شواهين حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز الوصول من قبل غدير شعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز وصول من قبل هنا رودين أحمد بن علي بن سلطان السبوسي على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصول من قبل سلسبيل شعار محمد بن مبارك الشامسي على المستوى الخامس. ولكن أرى شعارات، أرى أسماء كبيرة وصول من قبل زعفرانة محمد بن كردي بن طالب المري على المستوى الخامس. ولكن العودة إلى البداية، العودة إلى الانطلاق الأول لكيارة منيفة على البداية وعلى الانطلاق الأول، يقدم لنا هذا الشرس هذه الانطلاقة الكبيرة هذه الانطلاقة المميزة بعدما قدم لنا في الشوط الماضي جزلة هنا على هذا الانطلاق الكبير. ولكن وصلت الشعارات
وصلت الأسماء، وصلت الشعارات الكبيرة، الأسماء المتميزة في هذه الانطلاقة الكبيرة. ولكن العودة إلى البداية، العودة إلى الانطلاق الأول لكيارم نيفة على البداية وعلى الانطلاق الأول بشعار الزحبي، بشعار سعيد بن بطي المري على البداية وعلى الانطلاق الأول. وأرى شعار، أرى شعار السبوسي قادم، وأرى انطلاقة الملخص على المستوى الثالث بينما رابع المراكز وصول من قبل بن مرخان، وأرى شعار مزون حميد بن سعيد بن عامر النيادي، النيادي ينادي، وأرى شعار، أرى شعار الشامسي العودة إلى البداية، العودة إلى الانطلاق الأول. الله الله يا الزحبي، الله يا برد أعصابك يا الزحبي، يا برد أعصابك يا الشرس على البداية وعلى الانطلاق الأول. أرى السبوسي قادم على المستوى الثاني، وأرى شعار المري على المستوى الثالث، ولكن العودة إلى البداية، العودة إلى الانطلاق الأول لكيارم نيفة سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري على البداية وعلى الانطلاق الأول. هذا فاعل فعايل، هذا اللي خل، اللي ما خلى العالم تقيل. يا سلام، الله 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 الله. انطلقت في هذه اللحظات منيفة على البداية وعلى الانطلاق الأول، سعيد بن بطي الزحبي على البداية وعلى الانطلاق الأول، راعي جزلة يظهر بظهور الكبار، ينطلق بانطلاقة منيفة في هذا الانطلاق المميز والكبير. إنه سعيد بن بطي الزحبي على البداية يظهر بهذا الانطلاق المميز والكبير. تهانينا والف مبروك مساك مزعفر بالزعفراني الزحبي، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما ثانية المراكز وصول من قبل زعفران محمد بن كردي بن طالب المري، بينما ثالث المراكز كان الانطلاق من قبل رودين بشعار أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. رابع المراكز وصول من قبل الفارقة زيد بن علي بن زيد بن علي الشيبة، بينما خامس المراكز كان الوصول والانطلاق، كان الوصول من قبل غادير محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، من قدم لنا هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. مشاهدين الأعزاء، متابعينا إلى فاضل، تانينا والناموس لمالك منيفة سعيد بن بطي الزعبي. 13 دقيقة 4 ثواني 88 جزء من الثانية، بينما ثانية المراكز وصول من قبل شعار محمد بن كردي بن طالب المري، من قدم لنا الزعفرانة. 13 دقيقة 5 ثواني 94 جزء من الثانية، بينما ثالث المراكز كان الوصول والانطلاق من قبل شعار السبوسي، من قدم لنا انطلاقة رودين أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. 13 دقيقة 8 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز.